موجودة ورح أحكي لكم أحلى حدوتة. اليوم رح أحكي لكم قصة كتير حلوة اسمها الملك وبناته الثلاثة. خلينا نشوف شو قصة الملك. بيوم من الأيام، مش من كتير كتير زمان، كان في ملك عنده ثلاث بنات بحبهم كتير بموت عليهم. بيوم قرر إنه يعرف قديه هدول البنات بحبوا أبوهم، فجمع البنات الثلاثة وحكالهم: شو رأيكم يا حبيباتي كل وحدة تحكي لي قديش بتحب بابا؟ إجا على البنت الكبيرة قالها: آه يا حبيبتي، قديش بتحبي بابا؟ قالت له: أنا بحب بابا قد الكرة الأرضية، قد العالم كله. قالها: يا حبيبتي شو بتحبي بابا؟ الله يرضى عليكي، خليني أشوف بنتي الوسطانية وإنتي قديه بتحبي بابا؟ قالت له: أنا بحبك قد كل الأحجار الكريمة والمجوهرات والذهب والألماس والفضة وكل الأحجار اللي منعرفها واللي ما منعرفها وكل المجوهرات والكريستال وكل إشي ثمين بالدنيا، أنا بحبك قده. عبطها وباسها وانبسط كتير. إجا على البنت الثالثة قالها: وإنتي يا آخر العنقود قديش بتحبي بابا؟ قالت له: أنا بحبك كتير، بحبك قد الملح اللي موجود على وجه الكرة الأرضية. قالها: قديه بتحبيني؟ قالت له: قد الملح، قد ما في ملح أنا بحبك. قالها: هذا هو اللي طلع معك؟ بتحبيني قد الملح؟ أنا كتير زعلان منك، ما تحكي معي أبداً، صوتك ما بدي أسمعه. زعلت كتير وتضايقت وعاشت بالقصر وحيدة تقول: طب أنا شو غلطت؟ يعني بحبه قد الملح الموجود بالعالم. ما فهمت وخلص ومتضايقة وقاعدة بهالقصر وكتير كتير كتير حزينة. وبعد مرور الأيام، سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة، فجأة انقطع بهاي المدينة الملح، ما في ملح أبداً أبداً أبداً، كل البيوت ما فيها ملح، كل الأسواق ما فيها ملح، ابصر شو اللي صاير عندهم، واختفى من عندهم الملح. الأب صار يتعب، ينزل ضغطه، دايماً دايخ، مهدود حيله، هو بحاجة كمان شوي أملاح، الجسم بحاجة أملاح. قعد هيك تعبان، جابوله دكاترة، جابوله أدوية، مش عم بيزبط، وتعب الأب ومرض كتير كتير، وهو هيك متمدد ومريض وتعبان تعبان كتير. حكى للخدم اللي عنده: روحوا ندولي بنتي الصغيرة. بالفعل إجت بنته وحكت له: آه يا بابا. صار يقولها: تعالي يا حبيبتي تعالي، أنا يا حبيبتي ما كنت فاهمك لما أنتي كنتي تحكيلي إنك بتحبيني قد الملح، يعني أنتي بتحبيني كتير 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 كتير. عبط بنته وعرف وقتها إنه بنته كتير كتير بتحبه، بس هي ما كانت عارفة تعبر له وتقول له إنه كل إشي موجود على وجه الأرض هو كتير مهم لحياتنا. بس هو بعدين عرف وفهم وعرف إنه بنته كتير بتحبه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم. أحلى إذاعة يا مزاج.